السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم حبيباتي، صباح النشاط، صباح الهمة، صباح السعادة. يا ربي يا حبيبي، إن شاء الله ربي يوفقنا في العام الجديد هذا ويدخلوا علينا بالربح إن شاء الله. وجميع واحد ما حققش أمانيه وما حققش مبتغاه في العام 2021 إن شاء الله يحققهم في 2022 ويكون عام ربح على الجميع إن شاء الله. يا ربي يا حبيبي، اليوم كما نقولوها راني اخي قلت لكم راح نخصص لكم يعني هكا دي بتي تارت ولا مسكوتات يعني يكونوا سهلين موجودين مكوناتهم في كل دار. وبيان سور البنه هي كلش. البنات هذه تصلح للفطور تاع الصباح. شوفوا البنات خفيفه 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 او بوان ما تيماجينيش، خفيفه خلاص خلاص خلاص. ودركي تشوفوها حين تعرفوا صح الخفه تاعها هذه وتجربوها وحين تحسوا صح بيها. وش حنقول لكم، مسكوته تاكليها بشواربك وخلاص. هكا بتي تارت تقدري ديريها حتى تقسميها في النص وتحشيها باي كريمه عندك، سهله الخدمه ما فيهاش، ما تديش الوقت خلاص. ليه توجديها لوليداتك سورتو الفطور تاع الصباح. البنات شوفوا كيف جات مخفيفه من داخل. كي نقول لكم خفيفه البنات والله على قد ما نهضر ما نقدرش نوصف لكم خفيفه خلاص. ليسونسيال البنات راح نروحوا للمكونات نتاعنا. واش نحتاجوا احنا المكونات تاعنا؟ نحتاجوا كاس تاع حليب، زوج كيسان تاع فرينه، كاس تاع الزيت، و كاس نتاع السكر، ولهنا اللي ما صورتش نص كاس تاع نشا. البنات نص كاس نتاع نشا، ونزيدو نص كاس تاع ما غالي، زوج بيضات، هذا كلها هي بزوج بيضات، زوج خميرة كيميائية، زوج فاني، ومغرفة نتاع خل، وقرصة نتاع ملح. هكا البنات لهنا اني ما حطيتش نص كاس نتاع النشا، صافي نص كاس تاع ما ونص كاس تاع النشا، زيدوهم البنات. فوالا راح نبداو المكونات تاعنا مع بعضنا. نخلطو اول حاجة البيض والسكر. اول حاجة راح نحطو لهنا، شوفو بزوج بيضات درتي طارت البنات، زوج بيضات راح نديرو بها بتي تارت. الله الله تقدري تخليها تبات الغدوه تقسميها، ما تقسميهاش وهي جديده باسكو راح تتفتف لك طونك هي خفيفه. خليها تبات تبرد مليح وغدوه اقسميها الله الله وزينيها كيما حبيتي وشتيتي. زينيها بالشي اللي عندك، سواء تحطي شوكولا من الداخل، سواء تحطي كريمه، الشي اللي عندك زيني به. المهم هذه اللي هنا الشي اللي عطالها الخفه هذه هي المغرفه نتاع الخل مع الحليب ونص الكاس نتاع الماء دافي. البنات الماء دافي، نص كاس تاع ماء دافي باش يساعد في التفاعل تاع الخميره وتطلع لكم ويجي حجم تاعها كبير. القطر تاع تاع الواحد اللي درت فيه هنايا، تاع الباتو اللي درت فيه، القطر تاعو راهو 30 سنتيمتر، معناتها القطر تاعو راهو معتبر البنات بارابور لزوج عظمات، زوج عظمات بارابور للقطر هذاك. ومليح لهنا لهنا الطريقه كيفاش باش تجيك طالعه وتجيك خفيفه كيما هكاك. راح ديري تخلي السكر والبيض مع بعضهم حتى يبيضوا لك شويه، من بعد تبداي تضيفي الزيت تدريجيا. لهنا البنات انا حبيت ندير بالفوي باسكو كاين بزاف ناس ما عندهمش لا باتور لا بيترا، حبيت ندير بالفوي منها بعد شويه سبور البنات، ومنها بعد باش يعني اللي ما عندهاش بلي تقدر تخدمها بالفرشيطه بالفوي باي حاجه عندك. المهم دخلي المكونات تاعك تخي بيان وخلاص. دركا كي نخلص الزيت راح نزيد نضيف الكاس تاعي تاع الحليب تاني شويه دافي، حليب تاعي شويه دافي تاني، ونزيد لكم نص الكاس تاعي تاع الماء. نص كاس تاع الماء يكون ماهو سخون بزاف ماهو دافي خلاص كيما نقولوها بارد خلاص، نص نص. نزيد سكر الفانيليا تاعي باش يجيني منسم ومعطر مليح. انا نحب نحط زوج شكاير، وانتي لا عندك زيت سيترون ولا تاع دورانج زيدي حطي. ولهنا ما ننساش المغرفه تاعي انت الخل، ما تخافيش ماش حتبان خلاص الريحه تاعو، وهو راح يلعب دور المحسن. البنات راح يلعب لكم دور المحسن. فوالا هذه هي البنات، خلصنا السوائل تاعنا. لهنا الفرينه تاعي راهي مغربله، وانت الا حبيتي تزيد تعاودي تغرب ليها عاودي غرب ليها عادي البنات. ونزيدو الخميره الكيميائيه تاعنا. انا لهنا درت زوج شكاير تاع خميره كيميائيه، شوفوا زوج شكاير تاع خميره كيميائيه مع الماء السخون هذاك راح تصرى تفاعل رائع البنات، ويخلي التورته تاعك ولا المسكوته تاعك تجي خفيفه رائعه رائعه، تجي خفيفه خلاص. فوالا لهنا حنكمل نخلط المكونات تخي بيان البنات. فوالا
اللي انا قطعت البنات اني زدت حوالي جوج مغارف تاع تاع نشاء البنات. اني يعني ما راحلي المقطع ما صورت لكمش نص كاس تاع النشا تزيدوا تحطوها البنات، نص كاس تاع النشا. وشوفوا بنتي هي رايحه جايه، قالت لي اعطيني انا اللي ندير معاك يا مامي. قلت لها بنتي روحي عليا خليني نكمل الكاطو البنات نصور لهم، باسكو على بالكم شوفوا بنتي تحب الفوي وتحب الواحد. ما فهمت لها عظمه ونمد لها ريسيبيون هكا ونقول لها نعطي لها فوبي صغيره تاعها ونقول لها خلطي بيها. المهم باش غير تخطيني اليوم قلت لها شوفي مانيش قاعده عندي، راح ندي لكم هذه وراح نحط لكم تاني وصفه واحده اخرى دوك نحطها لكم، وراه هذه بعدا تاع شاورما الله الله في الرغيف. ايه ما نقولكمش لي صوص يا البنات، لا انا نخبطها خبطه خفيفه برك، والفور تاعي يكون شاعل على 180 درجه البنات بيان سور، نشعلو بقبل لا ما نشعل، ماشي حتى نحطه باش نشعل هي مش حتطلع لكم مش حتصدق لكم، لا انا ندخل عود الشواء هكا لداخل ونشوف ترى الا كان دايرها ولا كان. لهنا انا المول تاعي شويه خفيف، حطيت تحته بلاطو باش ما يتحرق تحرقليش من تحت. لهنا تخليها تبرد لك، خلاص تبرد لك وبعدها راح ادي موليها. فوالا شتو كفاه طلعت لي ضاعف لي الحجم تاع حاجه تتهبل البنات. لهنا هاي راح نديرها تزيين خفيف، خلاص خلاص راح نديرها من فوق بشويه نتاع ماكسون ولا نوتيلا ولا معجون ولا عسل، وش عندك ديري وش عندك متوفر في الدار ديري. انا درت شيكولا ودرت درت فوقها شويه نتاع جوز الهند. هذه هي، حبيتي ديري معجون ديري معجون، حبيتي ديري عسل ديري عسل، وش عندك ديري وش عندك متوفر. حبيتي تخليها كيما هكاك وديري فوقها شويه سكر كلاص تكفي بالغرض، تسمى حتجيك بنينه البنه كلها راهي لداخل البنات. فوالا اللي انا هاني بعد ما خلصتها وطليتها كيما هكا، هذه هي فوالا. حاولي سيح سيحت شويه هكا على الجوان برك وخلاص. ودركا راح ندردر فوقها شويه تاع جوز الهند. لا ما عندك جوز الهند ديري مكسرات، انا متوفر عندي جوز الهند ما كانوش عندي مكسرات. درت جوز الهند وخلاص، جات المنظر تاعها جا هايل هايل البنات، وحتى مذاقها جا بنين. فوالا نعاود لكم مكوناتها البنات. مكوناتها نبداو بالسوائل، كاس حليب، نص كاس ما دافي، كاس تاع زيت، كاس تاع سكر، زوج كيسان نتاع خميره، ونص كاس زوج كيسان نتاع فارينه، ونص كاس نتاع نشا البنات، نص كاس نتاع نشا، وزوج بيضات، زوج خميره كيميائيه، وزوج فانيليا. هادو هما مكونات البنات، وجات بزاف بزاف رائعه. ودوك نعتها لكم لهنا ما تبانش بلي جات عاليه باسكو التصوير ما عارف كيفاه جاني، درك نعت لكم قد ما جاتني عاليه البنات بارابور لزوج بيضات، والله سي ميو اي مليحه بزاف بزاف، سورتو للعشيه هكا ولا للصباح الفطور، والله بزاف مليحه البنات. جربوها هذه وصفه اقتصاديه او ميم طون بعد تجي بنينه، شوفوا كيفاه جات من الداخل البنات كاين نشوفوا، والله غير رايحه تستاهل فمكم وفم وليداتكم البنات. شهيتكم في الجنه حبوباتي، ملاقات الخير ان شاء الله في فيديو واحد اخر خفيفه صح غادي تشوفوا التلفون عجبتني هنايا غادي نعاود لكم ونعاود ماشي مشكل البنات. هاي ملاقات الخير ان شاء الله في فيديو واحد اخر، ما نطولش عليكم فرجه ممتعه، ما تنساونيش بالتشجيع بتيت جيم بتيت كومونتير، وشكرا على المتابعه، مع السلامه حبيباتي.